مساء الخير على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هقول لكم ليه لما بنيجي ننزل فيديو مش بنلاقي مشاهدات أو ما بيحققش المشاهدات اللي احنا بنتوقعها، على الرغم من انت بيبقى عندك مشتركين كتير في القناة يعني، بس ما فيش مشاهدات قوي للفيديو اللي انت بتنزله. حاجة بسيطة جدا لكن هي مهمة جدا جدا جدا، أنا جربتها بنفسي وفرقت معايا كتير. صدقني لو جربتها وعرفتها فعلا هتفرق معاك انت كمان. بس قبل كل حاجة، اللي لسه ما يعرفناش، احنا قناة كيكو تشانل، قناة مخصصة للأطفال وبرضو للكبار. هي قناة مسلية وكوميدية، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك فورا ويفعل زر الجرس عشان تجيله حلقات كيكو كل يوم. دلوقتي يلا بينا بقى نبتدي السر الرهيب او الحاجة فعلا اللي فايتة ناس كتير. فيك ناس كتير عارفة الموضوع ده، وفي فعلا ناس ما تعرفش الموضوع ده خالص. انا كنت منهم والحمد لله عرفته. جاهزين معايا؟ هنمشي خطوة بخطوة وهنعرف هنعمل ايه. طبعا كلنا زي ما انتوا شايفين قدامنا كده عندكم استوديو يوتيوب على الموبايل. طبعا لازم كل قناة عندها استوديو يوتيوب على الموبايل. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخش على استوديو يوتيوب، هندوس عليه، هنلاقي طبعا تفاصيل القناة بتاعتنا ظهرت، هندوس على عرض المزيد تحت الاحصائيات الاحصاءات، هندوس على عرض المزيد. ظهرت عندنا فوق باللون الأزرق نظرة عامة، وعندنا جنبها مستوى الوصول إلى الجمهور والتفاعل. إحنا بقى عايزين آخر واحدة، هندوس على الجمهور. دوسنا على الجمهور، هننزل تحت كده شوية هنلاقي في ألوان كتير قصادنا. طب إيه هي الألوان دي؟ مكتوب الوقت الذي يستخدم فيه المشاهدون يوتيوب. مين هم المشاهدون دول؟ هم الناس المشتركين عندك في القناة. ازاي؟ يعني الناس دي بتبقى متواجدة على اليوتيوب امتى بالظبط؟ هو هنا محدد لك امتى بالظبط الناس دي بتكون موجودة. زي مثلا في الوان عندنا، في الوان فاتحة جدا وفي الوان غامقة. افتح لون ده بيقول لك ان مفيش حد قاعد أو ناس بسيطة جدا. كل ما اللون بيبتدي يغمق شوية يبقى فيه ناس شوية زادوا، لكن أغمق لون هو ده اللي فعلا الوقت المناسب اللي انت تنشر فيه الفيديو، ده الوقت المناسب اللي تنزل فيه الفيديو. طبعا الكلام ده عندي أنا، كل واحد يدخل ويشوف عنده فين الوقت المناسب. يعني مثلا أنا عندي من أول الساعة 18 لحد تحت، ده فعلا اكتر وقت مناسب ليا ان انا انزل فيه الفيديو. لكن انا لو نزلت مثلا الساعة 2 بالليل او 3، مفيش لون فاتح خالص، انا كده مش هيجيلي فيوات او هيجيلي حاجات بسيطة جدا. لكن انا فعلا عايزة الفيديو بتاعي لما ينزل يحقق مشاهدات، على الاقل الناس المشتركين عندي يشوفوه. فانا هبتدي انزل في الوقت اللي فيه فعلا اللون الغامق اكتر. وفي عندك الايام فوق، عندك الحد والاثنين والثلاثاء والاربع والخميس، دي الايام برضو على حسب الناس متواجدة امتى. انت هتشوف عندك فين الوقت المناسب انشر فيه الفيديو بتاعك. اتعود اللي هو اليوتيوب طالب منك كده، هو اللي قايل لك ما تنزلش في اي وقت، نزل في الوقت اللي انا هو بقول لك عليه. ده فعلا حاجة مفيدة جدا. انا ما كنتش بعمل كده، كنت بنزل اول ما بحضر الفيديو بتاعي بنزله على طول، لكن فعلا الموضوع ده فرق معايا جدا.